أمنيات أطفالي. وأتمنى كل أمنياتهم عند راشد، أنا باخذها وبتكفل فيها إن شاء الله. في بادرة إنسانية وليست بغريبة عليه، تكفل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتحقيق أمنيات جميع محاربي السرطان، وذلك بعد العرض المسرحي الذي قدمته جمعية محاربي السرطان في افتتاح فعاليات بطولة أقوى رجل بحريني. اليوم سمو الشيخ خالد وجه إلى دعم مرضى السرطان من خلال هذه البطولة، وأن تكون البطولة مرتبطة بمرضى السرطان ويكون في ريع لمرضى السرطان. هذه عوايدهم الله يحفظهم، شيوخ ما يقصرون، واسمه الشيخ خالد رجل معروف دائما إيده في الخير ومن الداعمين إن كانت أفكار وإن كانت مبادرات وإن كانت أمور إنسانية.